خلاص ابو نعمان ما بيناتنا كلام عن طيب حياكم الله اخواني. انا ما اريد اطيل عليكم، احنا تاخرنا وصار اعاده ولربما بعض الاخوه معاهم التزامات واظني ايضا العصر اذن، فانا ان شاء الله ما اخذ اكثر من ربع ساعه بس من باب تثبيت المعلومه، لانه انا اعرف ممكن بعض الاعضاء الجدد او اللي ما عندهم فهم كامل للخطه التسويقيه راح تصير عندهم مشكله. يعني يفترض ان اللي حاضر معانا اليوم هو على الاقل فاهم الخطة التسويقية لشركة ديكسن حتى يقدر يستوعب بهذا النظام. تعرفون عندنا بعض الاصطلاحات البي في والاس في، هذا ما يعرفونها الأعضاء اللي ما درسوا الخطة التسويقية. أنا طبعا ما كنت مركز معك شوية، فلعل بعض النقاط تفوتني نبهني عادي على طول. فعندنا النظام التقليدي هو الاختصار بس ما يحضرني الآن Simplified. طيب وال لا هو كله أمام نعم. هو ترى كله تسويق شيء، بس هذا أحادي، عفوا هذا أحادي وهذا اللي مفتوح يعني اللي متعدد المستويات. فهن اثنين هن تسويق شبكي يعني ما طيب أول نقطة تكلم عنها الدكتور أن يعني أول ميزة ممكن نقدر نقول أن هنا الدخل أكيد لكن بطيء، دخل يجيك في دي اكسن بالنظام التقليدي راح يجيك الدخل، ما زال أنت مستمر راح يجيك دخل راح يصعد، ما زال قاعد تبني بناء صحيح. ترى اللي يشتغلون بالاي او سي يشتغلون بهذا عادي ما عندهم مشكله، هذا بيشتري مره واحده بالعمر ما يشتري، هو من يشتغل بهذا النظام اغلبهم اصحاب مقاهي اصحاب صالونات تجميل استهلاك عنده يعني بالهبل بالشهر، فيقول لك انا اشتغل على هذا احسن لي اربح لي، عرفت تجار، فهذا مفيد من هذه الناحيه. طيب النقطه الثانيه ايضا اللي تكلم عنها انه هناك باكج تقليدي، احنا هنا طبعا موجود عندنا 100 نقطة ضرورية 100 نقطة ليش؟ لنزول الشيك لنزول العمولة. هنا الباكج اللي هو 660 لا يعني بالنقاط مفتوح، هو النقاط حسب المنتجات يعني تقريبا نقول 600 320 يعني تقريبا هيك يعني بحسب المنتجات طبعا. انا ما اتكلم عن النقاط، 320 تقريبا 320 نقطه هيك تقريبا تقريبا، لكن اس في. طيب هذا الفارق الثاني. الميزه ايضا انا كنت اتصور انه هناك باكج معين مفروض انك تشتري، من شرح الدكتور انه لا يشترط منتجات معينه، نفس الشيء هنا لا يشترط ايضا منتجات معينه. طيب بالنسبه للاس في قيمه الاس في تختلف بالتقليدي عن الاس في، ما مشكله هي راح تختلف حتى عندنا بالمبيعات سواء كان بالكنتري جولف او الاس في تبعها اكبر من لو اشتريت انت 320 نقطه بالعاديه راح تطلع اقل الاس في يعني الاس في الاس في اعلى في الاي او سي من الاس في هنا اعلى اوكي الاس في اعلى بالاي او سي كمبيعات. طيب لان هذا راح يزيد عائد الارباح. احنا طبعا كملاحظه اللي حتى يركزون، البي في هو المعيار، يعني مثلا الطماطه تنباع بالكيلو بس مثلا الماء بالمتر المكعب ما ادري ايش، فهذا البي في هو المعيار. لكن تقول كيلو الطماطم 5 رنجت، ال5 رنجت هي الاس في يعني واضح، المال احنا نرمز له في الدي اكسن اس في، لكن المنتج بي في هو قيسه كمعيار فينضرب الاس في بالبي في. طيب لا تضاف طبعا هنا تستفيد من النقاط بالرحله الدوليه، تستفيد من التاهل تمام، تستفيد منه بالحوافز، عندنا بعض الحوافز تحتاج الى نقاط، هنا النقاط لا تستفيد منها الا ارباح او شخص ما وصل لستار ايجنت يطلع ارباح او
تأهل إلى نجم عميل إلى ستار ايجنت. تمام، هذه النقطة الرابعة. طيب، العمولات عندنا احنا في الستار ايجنت، عمولات القيادة، عمولات عفوا التطوير تقف للجيل الخامس. تمام، صح. الشيء الوحيد عندنا اللي ما يقف هو طبعا عمولات الاداء تقف لحد المبيعات مثلا قياده، عمولات القياده، وفي حالات حجب معينه يصير فيها. اما هنا يعني العمولات لا تقف على الى ما لا نعلم. يعني بكل الاحوال انت ما عندك عمولات راح توقف في، لان هي وحده ما في اعتقد لا علاوات قياده او تطوير ولا في شيء. هنا تستطيع تفتح حساب واحد فقط، لكن هناك متعدد الحسابات. هنا تستطيع ان تفتح حساب واحد، يعني باسمك ما ممكن، اصلا يعتبر هذا شيء غير قانوني وتلغى العضويه. هنا تستطيع ان تفتح اكثر عده حسابات. طيب، هذه يعني اعتقد فيما يبدو لي هي اهم الفروقات اللي موجوده. ايضا اللي يدخل على السيستم راح يلاحظ فوق موجود كشف خاص بالاي او سي وبنظام الاس اي ام بي، فتختار اما تطلع على هذا وهذا. كل واحد بالكشف الشهري ايضا انا لاحظت، يعني لما تجيني عمولات من الاي او سي احطها في خانه لحالها منفصله، اي تبع الاي او سي، فيقول لك هذه عمولات الاي او سي طلع لك منها كذا. يعني هذه أهم الفروقات في بالنسبة بين النظام التقليدي ونظام الآي أو سي. إذا أحد عنده إضافة أو سؤال أو شيء. هذا اللي قلت لك، أنا عايز أسأل عنه سؤال. الجانب الشرعي للأمانة لا توجد الآن فتوى من أحد من العلماء بهذا النظام، خاصة بهذا النظام. طبعا كل الفتاوى اللي تكلموا عنها العلماء واللي جبناها وكذا تتكلم على هذا النظام القديم. يعني كثير من الناس يسألوني أنت تتكلم من الناحية الشرعية، وبعضهم حتى قالوا لي أنت إيش رأيك بنفسك؟ قلت له أنا عن نفسي أنا أشوف ما في شيء هذا النظام، بس أنا مو مفتي. حتى لما أتكلم عن هذا أتكلم يعني أرجح أحد أقوال العلماء واستدل لها من الأدلة اللي موجودة. فيعني واحد يفتي نفسه غير، لكن يفتي العالم، مشكلة هذه. فأنا بالنسبة لي هذه حقيقة ما تجرى على الفتوى فيه يعني بشكل عام. لكن النظام هو حقيقة كل الانتقادات اللي يتكلمونها على هذا مثلا 100 نقطة، هنا ما موجود حتى 100 نقطة. ما مطلوب مني أني أبيع تارجت معين حتى، يعني نشغل بعض النظام بدل متك أنت. غلط، شوف ما أصلا ما في شيء، هو ما في شيء حقيقة. يعني المتأمل اللي ينظر كيف ياخذ من مجهوده؟ يعني ما هذا خلصنا منها، ما حتى هنا يقولون ياخذ من مجهوده. هذا حتى في البيع والشراء العادي في الشارع تاخذ من 4 عليه. ما تاخذ، هو ياخذ حقه يعني. ما هذا منتهين منه، تعدد السعات وتعدد المسوقين والباعة، هذا افتى به العلماء وجاز الامام مالك واحمد بن حنبل وشو. انتهى الموضوع. اذا من ناحية شرعية والله اعلم انه يعني لحد الان ما في علة واضحة يعني. بس انت تقول لي هل هناك فتوى في الموضوع؟ لا طبعا ما في. جديد اصلا. بس لا اقصد الفكره بقدر ما اقصد انه توظيف الفكره فكره هو لا فكرته انت لا شايفه واضحه، ما تختلف عن هذا باي شيء. بل بالعكس بعض الانتقادات ما في برامج نقاط ولا في والله نقاط ما في اي اشتراط ولا اجباري كل شهر ولا اجباري ولا اي شيء. انا قاعد ابيع واشتري وقاعد اخذ عموله. لا لا هذا قاعد يشتغلون به التجار التقليديين. أيوة. هذا يفضلوه أكثر من هذا. يعني يقول لك أنا ما عندي أنا مجال أتابع ومجموعات وكذا، أنا عندي 10 قهاوي
تعاملت معاهم وقاعد أرسل لهم يومية كميات من القهوة، أسجلهم هذا النظام ويأخذون بكيجات وبيع وشراء ويشتغلوا، وهو نظام حادي يناسبهم جدا ويطلعوا أرباح عالية جدا. هذا ما يعني قد يكون بطيء أيضا هنا يستفيد. لسنا نعم. فاحنا طبعا ايش نقول لاعضائنا، نقول لاعضائنا اللي موجودين في ماليزيا في الوطن العربي انه لا تضيعوا فرصكم، هذا كلامي مع الدكتور، لا تضيعوا فرصكم، لان احنا الان عندنا فرق، انا عندي فريق في بلجيكا وفي الولايات المتحده الامريكيه وفي تركيا، اكثر شيء في تركيا طبعا كلنا. طيب حتى في النمسا الان في فريق قوي. طيب انا اذا ما فعل هذا النظام راحت علي ارباح كثيره، يعني هنا المشكلة. ولا أنا ما أرد أشتغل فيه حقيقة، أنا الآن ممكن ما يناسبني أشتغل فيه في ماليزيا. أيضا كمان القدرة الشرائية، القدرة الشرائية عالية، يعني 200 يورو بالنسبة لأوروبا شيء عادي جدا. نعم. يعني يصرفون نعم. في أبسط المصاريف. أنا أحد الأعضاء من ألمانيا تواصل معي عن طريق اليوتيوب وسجل، هو عراقي بس مقيم بألمانيا، طبعا لما سجل شرحت ليش طريقتنا 100 نقطة وكذا وكمل 100 نقطة، هو يحسب على الأسعار مال ماليزيا 50 دولار، تفاجأ لما يروح يشتري طبعا رأسا من راحوا المكتب ولا كأنه هذا النظام موجود، يشرحوا له على آيوس فقالوا له تفاجأ وين 200 يورو وين 50 دولار، فتردد بعدين لما قرأ على النظام وهذا وذاك لا قال اشترك بهذاك على طول أحسن لي واشترك بهذاك. هو اوريدي من يسجل بهذا صار عضو بها، انتهى الموضوع يعني، بس ايه عضويه واحده بس انه يضاف الرد اللي قلت في الاخير. نعم انه زي رقم البكت يعني، بس انا ممكن مثلا من خلال استقطابي للناس اللي هو تاجر وعنده قدره شرائيه كبيره اشرح له الاي او سي بالضبط، لكن اهم شيء يكون في بلد يعني يستفيد منه. هنا والناس اللي قدراتهم الشرائيه بسيطه مش قادرين يقدر يبدا اصلا، مثل ما قلت لك في اوروبا على طول راح يشرحوا لهم هذا النظام غالبا، يعني ها راح يشرحوا لهم هذا النظام راح يبدوا يشتغلوا فيه. يمكن اعتقد ان لو تجمع منتجات الاي او سي مع بعض قيمتها باليورو يطلع يمكن اكثر من الباكج اللي هي يمكن فيطلع اصرف له فيطلع اسهل له اعتقد كذا بالضبط ممكن. وحتى لا هم عقليتهم عقليه بزنس، هم مو مثلنا، هو يفكر بالعائد نازلوا نفس الكلام نازلوا بنفس الاليه والجاره نفس الباكجز هذه. طيب في سؤال؟ يعني احنا نقول اللي يكون عنده اعضاء في اوروبا افضل يسجل، يعني انت فعل لك واحد او اثنين، وانا طبعا فاتني مثلا الان من الكلام اللي استفدته من هذه المحاضره انه كان الاولى ان فعل 3 باكجات، انا فعلت بس واحد. ايوه وهذا غلطه كانت معي ها؟ ما تاخذ شيء ارباح لو فعلت بس واحد؟ لا اجتني ارباح، اجت في مره من المرات اكثر من 1000 دولار، بس لو مفعل لانه اعضاء عددهم كثير لو مفعل الثاني والثالث كان تجي اكثر. طيب اللي ما عمل شيء يقدر، لكن اعتقد ان اللي اوريدي مسجلين عفوا والله اللي اوريدي مسجلين اعتقد انهم يعني هم جيل اول اجباري، ما تقدر تحط باقات يعني جديده لانهم لازم هم راح يسجلوا من زيرو واحد، يعني هيك اعتقد. نعم لكن تتاكد من الجزئيه يعني. اي صح اللي بيفهموا في نظام السيستم في تركيا يعرفوا الكودات هذه عمليه الكودات أكيد، لأنه هناك حقيقة سووا دورات كاملة، يعني كانوا يأخذون ورش عمل كاملة لمدة يوم يأخذونها بفندق يشرحون في هذا النظام. السؤال يعني هو سؤال الحين لما يجي عضو جديد أنا بسجله الحين في الآي أو سي، هل أسجله أنا أختار ولا أسجله تحت أي باكج من اللي عندي؟ أنت لما تعمل باكج ولا بحسب موقعه هو أساسا من البداية؟ لا هم انا اعتقد ان المسجلين اوريدي يعني هذول خلص ما لا هو جديد عنده يسجلهم تحت الثلاثه ما له حق تحت هذول الثلاثه عضو عندي اوريدي بس انا ابغى اسجل الحين في الاي او لا ما تختار لا هو اوريدي ما اقدر اختار نفس الشجره ما راح يتغير جيل ثاني جيل اول ما زال سجل وهو عندك جيل اول راح يظهر عندك جيل اول نفس ترتيب جيله عندي عشان في الاي او سي لذلك احنا نقول ماكو فرق يعني لما سالت الأستاذة نادية قلنا ما في فرق ليش لأنه بس الجديد اللي أدخله في الشبكة الجديد الجديد عندك تحت 3 باكجات الأول الثاني أو الثالث أنت تختار وين تخليه اشتغل يعني مثل اللي عندهم بقالات
يقدروا على ان شاء الله. مبروك يعني صالون. زين. عمر ما سأل شيء. الله عمر شكله فاهمها وحاضر. الله يبارك فيكم. حياكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.